سلام على محفوفة بالأرائج، كريمة مضياف وباب الحوائج. لها روضة في أرض قم مزارها، يشعشع نورا صاعدا بالمعارج. على مثلها يزجى السلام تحية، سليلة بيت طاهر الأهل تائج. لقد عظمت قم برمس حكيمة، ربيبة أعلام الهدى والمسارج. سلام على رمس يفيض عزائما، لبنت إمام كاظم الغيظ عارج. كريمة أطهار أذيقوا تغربا، فتلك منافيهم مصارع هائج. ألا إن أبناء النبي فراقد، وأبياتهم هدي لخير النتائج. مدارس تعليم لسنة أحمد، وأحكام إسلام أصيل المناهج. حنانيك يا عطر البتول مثابة، حنانيك يا عطر البتول مثابة، فمن سيبك الثر اغترفت مباهجي. وإني لأرجو من شفاعة أحمد، وإني لأرجو من شفاعة أحمد بجاهكم أهل التقى والوشائج. مثوبة عقب الخير في كنف لكم، أحبائي أنتم جنتي وأرائجي. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلى أمثولة الإيمان والوفاء، إلى من تجشمت الصعاب روما لغريب الغرباء، الإمام الرضا سلام الله عليه. إلى الذائبة في صلب العقيدة ومظهر الإباء، إلى كريمة البيت النبوي الطاهر كل آيات الولاء. سلام عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. أحييكم مشاهدين الأكارم، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، في هذه الحلقة الخاصة وهذا البرنامج الخاص بمناسبة وفاة سيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها. أعزيكم بهذه المناسبة الأليمة، حيث سنكون معكم خلال هذه المناسبة في ثلاث حلقات على التوالي، هذه الليلة وليلة غد وصبيحة يوم وفاة السيدة المعصومة سلام الله عليها، صبيحة يوم الخميس. سنكون معكم في هذه الحلقات الثلاث لنواسي وإياكم هذه السيدة الجليلة كريمة أهل البيت، أخت الإمام الرضا فاطمة المعصومة سلام الله عليها. في بداية البرنامج أود أن أعتذر
إليكم بسبب الرياح الشديدة في هذا المكان، وربما يكون الصوت فيه شيء من أصوات المحيطة من الهواء. أعتذر إليكم في بداية هذه الحلقة، وما يهمني هو أن نتشارك وإياكم فقرات هذه الحلقة بمختلفها، حيث تزاحم الإخوة الأعزاء في هذا البرنامج، تجشموا العناء لكي يعدوا برنامجا إن شاء الله يليق بهذه المناسبة، حيث سنكون معكم في عدة فقرات نتابعها سوية قبل أن ننتقل إلى فقرات هذه الحلقة، وإن شاء الله نواكب معكم هذه الفقرات. أود أن أنتقل معكم إلى فقرة خاصة نعرضها خصيصا في هذه الليلة، وأعود لأشرح لكم هذا المقطع الذي ستشاهدونه على شاشة قناة كربلاء في هذه الحلقة بالذات. ننتقل لنشاهد هذا المقطع وأعود إليكم. ليتني استفسرت قبل هذا، ما هو تكليفي في ساحتك؟ هل علي أن أبقى وأبل المقل لفراقك؟ أم أعود إلى الديار وأردد في الطريق قصة فقدك عند كل منزل؟ هذا كتاب أخينا أبي الحسن. العباسيون لا يطيقون بقاءكم في المدينة، لا يطيقون. هيا نرحل، نرحل الآن، الطريق طويل وقصير النهار، هيا لنمضي. لقد أحدث خبر قافلة أخت الرضا بلبلة في هذه البقاع، وأجج اشتياقنا إلى مر. موسى بن جعفر استشهد مظلوما في زنازين هارون، وابنه الرضا محبوس في قصر المأمون. بما أنك قادم من مر، أخبرني، ألم يكن شرط قبول ولاية العهد من قبل مولانا أبي الحسن عدم التدخل في الحكم؟ انظر يا علوي، مجرد وقوفك هنا في سوق المدينة وتجريحك لي بأسلوبك هذا يعني أن أبا الحسن هو من يحكم الآن. المرض يتسلل ويسري يا موسى، ابغي الناعي وقارئ القرآن يا شيخ، الطبيبات استنفذن الحلول. هل علي أن أزورك عن بعد من أطراف قم، أم أكون سفيرتك في المدينة وأصدح بذكرك أيتها الخالدة؟ يا ليتني كنت في حضرتك لأسألك. إذن مشاهدينا الأكارم، شاهدنا وإياكم هذا المقطع من الفيلم السينمائي أخت الرضا سلام الله عليها، والذي بث لأول مرة من إيران من مدينة عش آل محمد، مدينة قم، حيث مرقد السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، بمناسبة قدومها إلى هذه المدينة المباركة، حيث أمضت فيها عدة أيام ومرضت وتوفيت ودفنت هنا في هذه البقعة المباركة. من تاريخ دخولها إلى تاريخ وفاتها سلام الله عليها سيستمر عرض هذا الفيلم على شاشة السينما في هذه المدينة. أرجو منكم أن تتابعوا هذا الفيلم السينمائي الذي سيعرض أيضا باللغة العربية
قريبا إن شاء الله، وسيعرض في مدينة قم أيضا لأول مرة. شاهدنا هذا المقطع وأدعوكم لمتابعة تمام هذا الفيلم إن شاء الله، لكي نستفيد ونغتنم من فضائل كريمة أهل البيت التي من زارها وجبت له الجنة. أي مقام وأي درجة عظيمة وصلت لها هذه المرأة العظيمة الطاهرة، حيث صار لمن زارها الجنة ووجب لمن زارها الجنة. أعزيكم مشاهدي الأكارم مرة أخرى، أقدم لكم أحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة.